النهر وقتا كبيرا. ترى كم تبعد مدينة الزمرد من هنا؟ الطريق مستوي وممهد تقريبا يا سالي، وأظن أننا نقترب من مدينة الزمرد يا أصدقاء. أشم رائحة بشر. أليست رائحتها يا لي؟ ليست رائحة شخص واحد. ماذا تعني بقولك؟ يعني أن أناسا يعيشون بالقرب من هنا. إذن حتما سنجد بينهم من يستطيع أن يرشدنا إلى مدينة الزمرد. هيا بنا. هيا بنا. ما الأمر يا توتو؟ ربما يعرفون شيئا عن مدينة الزمرد. حسنا هلموا أيها الأصدقاء. هل وجدت شيئا؟ أيعرفون مدينة الزمرد؟ إني أخشى المكان الذي فيه بشر. لا تكن شديد الجوب، يجب أن تكون شجاعا كي تنال الشجاعة. هذا ما أعتقده. سالي قد ابتعدت كثيرا، فلنسرع. هيا. مرحبا. أيمكن أن تخبروني شيئا عن مدينة الزمرد؟ تستطيعان، إنها ليست بعيدة من هنا. وجدت الناس الذين يعرفون مدينة الزمرد يا أصدقاء. أوه، هناك آدميون. كنت على صواب أيها الليل، هناك بشر. حسنا، أعرف ذلك. أيمكن أن تخبرني؟ ما خط ذلك الرجل؟ أيعرف شيئا عن مدينة الزمرد؟ قولي لي. ربما يعرف، ولكن يبدو أن لديه مشكلة. لا تخف، إنه لا يؤذي. لقد أبزعه الليث، أليس كذلك؟ سحقا. أنا الذي كنت خائفا. لقد فر في هذا الاتجاه، ذلك يعني أن بيوته في هذا الاتجاه، أليس كذلك؟ صحيح. هيا بنا. هيا. نعم. يجب علي أن أكون شجاعا لكي أنال الشجاعة التي أريدها. رائع، هناك قرية. هناك قرية، لقد أصبت يا ليث. هيا بنا. ما الذي أثار حماستها؟ لست أدري، لأنني بلا عقل، ولكن يا ولكن ماذا يدوى الفزاعة؟ أنا لا أعرف. إني خائف جدا. ما الحكاية؟ لا يبدو أن بالقرية أحدا. القرية تبدو مهجورة تماما. لا أزال خائفا. أيوجد أحد في القرية؟ هناك أحد. أيوجد أحد في القرية؟ يبدو أنه وجد شيئا. إنهم هناك.
مجتمعون هنا؟ أريد أن أنال الشجاعة، لابد أن أذهب معهم لأفوز بالشجاعة. أين ذهب الليث؟ أين؟ فهمت، إن هؤلاء الناس يختبئون لخوفهم من الليث، هذا صحيح. لا تخشوا الليث، إنه مسالم. أجل. نعم، إنه لا يؤذي أحدا. أجل. ها، لقد جاء الليث. أين كنت أيها الليث؟ أنا في الواقع كنت أفكر في شيء. بماذا تفكر يا ليث؟ كنت أفكر بالشجاعة. إنهم يشعرون بالهلع منك يا ليث. هذا الليث لن يؤذيكم أبدا، لا تخافوا منه، أرجوكم أرجوكم. إنهم لا يصدقون ما قلناه لهم. وكيف يصدقون ذلك؟ من يمكن أن يصدق أن هناك ليثا يخاف؟ لن يهاجمكم أبدا. لست كاذبة. يبدو أنهم لن يخبرون عن مدينة الزمرد. هاي، تلك مشكلة. أنا لا أقصد إخافتهم يا سالي، صدقيني. ليست غلطتك أيها الليث. انظروا. هل رأيتم؟ رائع، نحن نقترب من مدينة الزمرد الآن. إيه، إنني أقترب من العقل. سوف أفوز بالذي أريده. وسأفوز بالشجاعة. يجب أن ننطلق الآن، نحن آسفون لإزعاجكم. كونوا حذرين في التعامل مع السيد زوزو. شكرا، لا بد أن أقابل زوزو مهما كلف الأمر. حسنا، وداعا. حسنا، إلى اللقاء. وداعا. يجب أن أذهب أيضا. وداعا. 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 رائع، أنا لم أهرب وأستطيع السير إلى مدينة الزمرد. قالوا إن زوزو يمكن أن يمنح الحكمة بسهولة، فهل ستتحقق أمنيتي يا ترى؟ ولكنهم قالوا إن زوزو لا يقابل أحدا. ولكن ربما سيقابلنا. إنهم يقولون إنه ما من شخص على قيد الحياة قد رآه. أجل، قالوا ذلك. لا تصعبا بالإحباط، لا بد أن نذهب إلى مدينة الزمرد للقاء زوزو. حسنا. مدينة الزمرد لا بد أن تكون قريبة من هنا. سنرتقي التل ونعرف. رائع، انظروا. ماذا رأيت؟ انظروا إلى ذلك. لقد وصلنا، هذا جميل. Thank you.
مرت. لا أصدق عيني، إنه مكان رائع. فعلا رائع حقا. وثقة من أن الليث لن يسبب مشكلة. أجل، إنه لا يؤذي أحدا. حسنا، ولكن فزاعة ورجل من صفيح وليث وكلب، وأنت إنكم مجموعة غريبة غير متجانسة. ماذا تريدون؟ حسنا، نريد دخول مدينة الزمرد أيها الحارس. أعرف ذلك، ولكن ما هي مهمتكم؟ نحن نود لقاء الحكيم زوزو. تقابلون الزوزة؟ ماذا تقولين؟ فأنت مندهش هكذا. لا أستطيع أن أصدق أن فتاة ذكية مثلك تقول شيئا فظيعا كهذا. السيد زوزو هو حكيم طيب. نعم، ولكني لا أعتقد أنه سيقابلكم. نريد مقابلته أرجوك. السيد زوزو لا يقابل أحدا، ولم يسبق لأحد أن رأى وجهه أبدا أبدا. لقد جئنا من بعيد. إنني آسف. دعهم يدخلوا مدينة الزمرد أيها الحارس، ولا تعترض طريقهم، هل فهم؟ أمرك، سأريكم الطريق فورا. من هنا رجاء. شكرا لك. لماذا غير رأيه؟ ما أجمل هذه المدينة. إنها مدينة جميلة. نمر في طرق كثيرة، انظروا هذه المرة في هذا الاتجاه. صحيح، العيش في الغابة أسهل. سرعان ما سنقابل الحكيم زوزو. ماذا؟ يريدون لقاء زوزو الكبير؟ كيف؟ نعم، تعرف أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا أيها الحارس. إنهم مصرون على ذلك ولا أعرف لماذا. أنا نفسي لم أرى زوزو الكبير حتى الآن، ألا تفهم؟ دعهم يدخلوا. حاضر حاضر، هيا تفضلوا. من هذا الاتجاه أرجوكم، هيا. طرق كثيرة أيضا. كما حدث معي، وجد الجندي نفسه يزايرهم دون أن يعرف لماذا. أجل، هل انتظرتم لحظة وجاء؟ حاضر. لقد غير رأيه فجأة، أمر غريب. لماذا أحضرنا الجندي إلى هنا؟
لا أستطيع أن أفهم. غير رأيه عندما رأى جبين سالي. أجل، أذكر أن السيدة الصالحة قالت إنها ستحميني وقد وفت بوعدها. لماذا تركت الغرباء يدخلون إلى هنا؟ الفتاة تحمل علامة الحكيمة الصالحة. ماذا سنفعل لو رفض السيد زوزو مقابلتنا؟ لما لا ننتظر برها ونرى؟ إذا رفض زوزو أن يقابلنا فعلينا أن نفكر بحال. ها؟ قلت نفكر يا فزاعة؟ ها؟ لا يمكن أن أكون نفكر، فأنا لا أملك عقلا. أجل، ولكنك قلت. أجل، لقد قلت إننا نفكر بحل. أمر غريب، مستحيل بالنسبة لي أن أفكر لأنني بلا عقل. أنت لست بحاجة إلى عقل أيها الفزاعة. ها؟ لا تقولي ذلك، غير منطقي. لماذا قطعت كل هذه المسافة إلى مدينة الزمرد في رأيك؟ إن زوزو الكبير سوف يقابلكم. اهدأوا رجاء، سوف يقابلكم ولكن كل على حدة. كل على حدة؟ أجل، أولا أنت يا سالي، هيا ادخلي إلى القاعة الخاصة. إنني خائفة منه قليلا ومرتبكة كذلك. لا تقلقي يا عزيزتي، هل رأيتيه من قبل؟ أخبريني. كلا، سمعت صوته فقط. تقدمي لمفردك من هنا، أتمنى لك التوفيق يا عزيزتي. لا أحد هنا. أين زوزو الكبير؟ أين أنت يا سيدي؟ أنا ذا. أين أنت؟ أخبرني. أين؟ سأنزل هنا. محبوبة حقا يا سالي، لأنك محمية من قبل الحكيمة الصالحة. كيف عرفت أنني قابلتها؟ أعتقد أنك تلبسين حذاء الحيزبون في الشرير، أليس كذلك؟ بلى، هذا صحيح. أنت تفهم وتعرف كثيرا، فهل ستساعدني يا سيدي؟ وما طلبك؟ أرجوك أن تعيدني إلى وطني في الوادي الأخضر، أرجوك. ماذا تقولين؟ الوادي الأخضر؟ أنت لديك إمكانية كبيرة وتستطيع أن تساعدني في العودة. نعم. أجل، أنا أستطيع ذلك. إذن أرجوك أن تحقق أمنيتي رجاء. قبل ذلك أريدك أن تفعلي شيئا واحدا. الحيزبون الشريرة انتهت شرورها بفضلك، ولكن هناك حيزبونة شريرة أخرى في بلاد قريبة. حسنا، وما علاقتي أنا بذلك؟ اذهبي وافككي بها. لا أستطيع، لست سوى فتاة صغيرة عاجزة، لا أستطيع ذلك. كلا، اذهبي. أرجوك أعدني إلى أهلي الآن، أرجوك أرجوك. أرجوك يا سيدي ساعدني، أرجوك 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 يا سيدي، أرجوك ساعدني. ليس قبل أن تقضي على الحيزبون الشريرة. سالي، هل رأيته؟ رأيت الزوز الكبير؟ لا
لم يقبل إعادتي إلى أهلي. لم يقبل؟ ألن يحقق زوزو أمنيتنا؟ من الثاني؟ أدخل الشخص الثاني. عمرك يا سيدي